بالاختصار سندباد الأغنية المصرية الفنان الكبير سمير الإسكندراني. منورنا النهاردة، هنغني مع بعض وهنتكلم في حاجات كتير، بس الأول معانا رسالة بالصوت والصورة، تعال نشوف الرسالة وبعدين نعلق فيها. يلا. سمير الإسكندراني اتعرفت عليه في عيد ميلاد واحدة صاحبتي، قعد يقول لي انت صوتك حلو ولازم تغني، وشوية شوية بدأ يرسم على جواز فحبيته. أول ما دخلنا في الجد هرب. اكتشفت بعد كده ان الاسطوانة دي يقولها لكل واحدة ويعشمها بالجواز بعد كده يخلع. معلش يا ستي، سامحيني سامحيني لهذه الجريرة والذنب، انا اخطأت يا ستي والمسامح كريم. لا لا لا، لازم يصدق المشاهدين يصدق، احسن يصدقوا بقيه القصه. ما اعتقدش انهم هيصدقوا. بتؤمن بالقوى الخارقه جدا؟ طب تعال نشوف الفيلم ده مع بعض ونتناقش في الموضوع ده. اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد فرعون. يا استاذ احمد، القدرات اللي شفناها في الفيلم، انا عارف ان في قدرات تانية غيرها غير الفيلم. أيوة. ايه ممكن تقول لنا ايه قدرات تانية غير كده؟ ساعتك انا عندي مواهب كتير قوي من ربنا، زي مثلا اني باكل الازاز واكل النحاس والالومنيا وسلوك الكهرباء وقطع من الازير، غير الابر، غير العربيات. انا ممكن كمان حاجه ما عملناش قبل كده في التلفزيون، ممكن ساعتك اقعد تحت الميه لمده نص ساعه. ايه؟ ما اخدش نفسي لمده نص ساعه تحت الميه. فعلا؟ اه. ممكن كمان ساعتك اضرب النار وما تاثرش، لاني بتحكم في نسبه سيوله الدم. انت بتاكل ازاز ليه؟ بتحس ازاي انك عايز تاكل ازاز؟ بحس ازاي ان انا عايز، وهي الفرخه ليه بتاكل زلط يعني؟ بتبقى محتاجه تاكل، محتاجه اه الخشونه تخش يعني معدتك جسمك بيح... ايه العنصر الموجود في الازاز يا استاذ سمير عشان يحتاجه؟ ايه العنصر اللي فيه؟ سيليكون، سيليكون، سيليكات. واحنا في جسمنا فعلا فيه سيليكون بنسب طبعا، ما اعرفش بس الحته دي ما اعرفهاش، ولكن جايز. بس دي قدره اتفقنا انها خارقه وغير طبيعيه. طب ورينا ساعتك الاول. طب انا اتفضل. يعني هنبدا دلوقتي. برغم ان حجمه طبيعي، مش غير طبيعي ما شاء الله، ولكن فعلا ايديه ما شاء الله حجم العضله عمره ما كان مقياس القوه يعني. صحيح. طيب ناكل ازاز زي ما ساعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ده احنا مش عارفين ناكل عيش فين، لازم ناكل عيش سن. لو ناشفة ما تقدرش تكسرها. ما شاء الله. يا ما شاء الله. لو عايز تدوق استاذ سمير. ادوق يا حبيبي. يا حبيبي يا حسين. يا سبحان الله. طعم حلو. مش عاوز شوية ملح وفلفل؟ ممكن نكون سمعنا عن الحاجات دي في موسوعة جينيز او كده. لكن حكاية ضرب نفسك بالنار دي هي اللي عايزك تكلمنا عليها شوية انا واستاذ سمير. ساعتك ضرب النار انا مصر اعمله لاني ما عملتوش قبل كده. متاكد من اللي انت مصر؟ مصر ان شاء الله. بس حاجه خطيره يا حسين ومقلقه. طب انا الحقيقه مسدسي ما جبتوش معايا. ممكن نجيب مسدس من ضابط الامن اللي في الاستوديو يا جماعه؟ ممكن ضابط الامن؟ ممكن لو سمحت الطبنجه بتاعتك. معلش ما تقلقش، ممنوع عليا. لا استاذ سمير اسكندراني معانا، مفيش اي اشكال، مفيش اي اكلم الشغل استاذن. ما تقلقش، اي طلقات هنستعملها الانتاج هيجيب لك غيرها على طول. ما تقلقش خالص، كلنا هنا مع بعض. و
هنشوف التجربة مع بعض. ده طلقات المسدس فعلا حقيقي ومتعمر؟ اه شايف. وريني يا حسين الطلقات فعلا. ايوه ابو علي الطلقات فعلا حيه والمسدس متعمر بيموت كده. وكل يموت فعلا. جامدين ما تقلقش. طيب كنترول ممكن اجرب طلقه مثلا في الحيطه ولا حاجه الاول؟ لا 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 اوعى. طب اضرب الفازه؟ لا لا تيجي في حته يا حسين. بتقول ايه؟ طب نضرب فين؟ بص بص وراك فازه، وراك فازه عليها ارض كده اكيد ممكن تيجي في حته. ايوه. طيب بسم الله. اضرب يا جماعه، اضرب. بسم الله. يا خبر اسود ومنيل. ايه يا حسين؟ ده رصاص بجد. ايه يا حسين؟ طب لا 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 طب استنى بقى. طب حسين خلي ده كده. طيب اهو. طب ايه اللي بتعمله؟ اهو. طيب اتفضل بقى. انت متاكد؟ طب استنى بس، ما خلاص احنا ضربنا السكادر فازا حصل لها كده. حسين. ايوه استاذ سمير. مش هزار. طب اتفضل استاذ سمير تعالى هنا اهو. اتفضل. انت كركبت اعصابك. لا لا. طيب ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ خافش يا باشا، خافش. حسين اتوسل اليك. انت مصر؟ مصر يا مصر يا باشا. يا احمد لا حاجه تحصل. الاستاذ احمد فرعون. طب بس حاسب الطب. مصر يا احمد؟ مصر يا باشا. مصر؟ طب بس بقول لك لا لا خلاص. طب خلاص باشا انا مصر، طالما اصريتي ما شاء الله اعملها. احنا قلنا نثبت للناس بقى ان المصريين جامدين. يعني هتتحمل انت المسؤوليه حسين؟ طب استنى حسين، ايه اللي بتعمله؟ استنى اما نشوف هيعمل ايه. خبر اسود ومنيل. ايه اللي عملته؟ طلقه طلعت اهي جت هنا. ايه اللي عملته؟ لا ده شيء لا يصدق. بسم الله ما شاء الله. ده شيء لا يصدق. لازم تجرب. اجرب ازاي؟ لازم يا باشا. بس ساعتك لحظه. بلاش يا حسين. بلاش اضرب يا باشا. ما خلاص يا حسين اضرب يا باشا. خلاص اضرب. طب تعالى كده يا استاذ سمير. ايه ده؟ القميص اتقطع. خبر اسود. القميص فعلا. تعالى كده وري الساده المشاهدين. يا ودني اهو. استاذ سمير اللي جرب بنفسه. سامع يا استاذ سمير؟ تاني يعني واخد لغايه دلوقتي طلقتين وجرب تاني. طب شوف كده استاذ سمير. شوف ايه؟ شوف انت جرب بقى مره. انا جربت مره. خافش يا باشا. اضرب يا استاذ سمير. انت بتدفعني لحاجه انا مش مخبى عليك. بس مخبى وراك. يا رب. يلا يا استاذ سمير. نهار اسود منين؟ ايه ده؟ بس ايه ده؟ بس ايه ده؟ فصل اعلان غسيل وحركات. استاذ سمير الاسكندراني قتل واحد في الاستوديو. ايه؟
ايوه بتاع يا رب ايوه يا رب وطني والمجتمع والناس ايوه ايوه وطن. ايه المصيبه دي؟ انت مش الحاج حسن ايش انت جريده ايه؟ طب والنبي ما تنشرش الخبر خلاص. طيب متشكر قوي سلام عليكم. طب يا جماعه استاذ سمير على فين؟ معلش عن اذنك انا عشان حماتي نسيت الاشاره عن طنط نجوى وانا لازم اروح اجيبه حالا. لا روح. سلام عليكم. روح. سلام عليكم يا جماعه. سلام عليكم. شوفوا لنا دكتور بسرعه يا احمد. علي ايه يا خبر اسود؟ ده حصل بجد. ايه رايك في المثل ده؟ الازاز اقنعني واتضرب بالنار وما حصلش حاجه واقنعني. لا انت عارف هو حسين ضربه باطمئنان شديد. خد يا اخويا سمير جرب. فاقتنعت ان الواد مات. على فكره هو مش الرصاص، هو الازاز اللي كاله هو اللي وجع له بطن. يا صلاه الزين يا صلاه الزين على حسين ضحك عليا صلاه.